هذه. صراحة كما قلت لكم راه حنايا الملف خليناه بيد القضاء، زعما كنثقوا في القضاء على اساس انه راه زعما القضاء ديالنا مستقل. زعما كنشكروا هيئه الدفاع حيت زعما انضموا لنا اليوم هما النقيب، وكنتمنوا ان هذا الشيء ما يشغلناش على زعما تلبيه المطالب، ان حنا كنبقاو غير طالب عندنا واحد المطالب بيداغوجيه بسيطه مشروعه، وكنتمنوا ان هذا الشيء ما يتعاودش ويكون خير ان شاء الله. كان 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 غير كان غير وقفه غير مرخص لها صافي، هادشي اللي كاين. باقي الاصدقاء ديالك؟ اه خارجين واحد بواحد. شنو كتقول لباقي الطلبه اللي مشغولين عليكم؟ كنقول لهم صراحه انهم ما يتشغلوش علينا، الحمد لله كما كنقولوا ان القضاء ديالنا القضاء مستقل. الملف دابا راه بيديهم، راه زعما راه حنا كنثقوا فيهم كما قلت لك، وانا كنقول لهم انهم يبقاو زعما متشبتين بعضياتهم، راه حيت عندنا صراحه حنا كطلبه كتبقى عندنا غير الوحده الطلابيه، وزعما حنا كهيكل طبي كامل لاحظتوا راه التضامن حتى ديال الاطباء الداخليين والخارجيين والاساتذه ديالنا كاملين ضامنين على اساس ان هذه القضيه راه قضيه بسيطه، ما كاينش خصها كاع تطور لهذا الشيء ويكون خير ان شاء الله. مستمرين في المطالب؟ زعما المطالب ديالنا راه مشروعه، زعما الا كان زعما باقي لحد الان مستمرين، زعما ما كاينش شي حاجه اخرى. تنتسناو المسؤولين يعطيونا حلول واقعيه، حلول على زعما اللي تلبي الرغبات ديال الطلبه، وحنا راه ما عندناش شي مطالب فئويه، راه ما باغيين لا زياده لا حتى شي حاجه، راه بغينا غير القرايه، راه هذا الشيء اللي بغينا، كنطالبوا غير بالقرايه، ما بغيناش كاع لا مشاهد العنف تعاود لا حتى شي حاجه، راه ويكون خير ان شاء الله. كانت عادي زعما كانت الظروف مزيانه، ما كان لا كان زعما كان معامله مزيانه لا في المراكز الشرطه لا هنا في جلسات الاستماع الحمد لله. رسالتك للمراوي؟ كنتمنوا انه المراوي راه كيقول لنا ديما راه حنا ولاد، وكنتمنوا انه ياخذ بهذه القضيه هذه وزعما يجلس معنا على طاوله الحوار، ونقدر نكونوا حنا غالطين في شي حاجه، يقدر يكون هو غالط في شي حاجه، ولقاو حل زعما وسط ونحلوا هذه المشكله هذا اللي عمر اكثر من 10 شهور. في الوقيته ديال الموفمون كانت صراحه كانت همجيه نوعا ما، عاوتاني ما كانتش سلميه، كانوا تعداو علينا، كانوا اصلا كيهزوا الياطواغمون بزاف، كيكون واحد غير دايس كيهزوه، واحد غير كيعاون شحال من واحد مثلا بنادم طايح كتعاونو في بنادم كيتزاحم كتعاونو كيجي يقول لك هز هذا، علاش كيعارض؟ اصلا زعما لبقوا لينا شي حاجه ديال ما قلت صراحة السمية اللي كانوا قالوا لينا، ولكن كانوا فحال حنا زعما عرقلنا المرور وهادشي كامل، لوكا هادشي ما كانش غالبا هادشي اللي كان هادشي اللي قالوا لينا، بغاو يلصقوا لينا اننا زعما حنايا عرقلنا السير، ولوكو كان داكشي زعما في باركينغ، وابار الباركينغ كنا حنا فوق تروطوار زعما ما درناش شي عرقله السير او شي حاجه، وداكشي صراحه كان قالوا لنا تلاقينا بالمحامين لداخل، قالوا لنا صراحه ما عندكم حتى شي تهمه زعما اللي يقدروا يتابعوكم عليها، وكيختاروا انهم يتابعونا وما بقينا ما نقولوا. رسالتي المراوي عاوتاني شوف من حالنا عاوتاني صافي، بقاو غاديين جايين يلقى معنا شي حل. الحمد لله على كل حال حنا خرجنا من هاد الازمه اللي كانت صراحه صعيبه علينا حنا كطلبه، وخاصه حنايا الممثلين ديالنا اللي تقريبا كلاو العصا في هاد المده ديال 3 شهور صراحه 10 شهور صراحه ما ساهلاش، لذلك الحمد لله حنا دابا عندنا الجلسه 23 شهر 10 2024، وحنا ان شاء الله غنبقاو في هذه الحاله حتى ان شاء الله غناخذوا المطالب ديالنا اللي هي مشروعه، حق مشروع، كذلك هذا الاضراب كان هو حق مشروع، وكذلك ايضا ان هذا الاعتصام هو حق مشروع، لان المده كانت طويله وما سهلاش. الاعتقال صراحه كان واحد الاعتقال اللي عشوائي، هذه اول حاجه، والاعتقال كان هو واحد الطريقه هامشيه، حنا عارفين ان مثلا بحال الرئيس ديالنا هو الدرقاوي كان هو اعتقلوه بواحد الطريقه، لانه هو اصلا مازال ما جا، يلاه جا بغى يدخل ويتعتقل، وكذلك انا تعتقلت بواحد الطريقه اللي عنيفه، كاين اللي قجوه كاين اللي شنقوه، كنظن الا شفتوا الفيديوهات كاين اللي قجوه كاين اللي شنقوه كاين اللي كتفوه طيحوه الارض وكتفوه، بزاف ديال الناس تجرحوا بحال الدرقاوي تجرح هنايا، يعني راه هادشي واحد الطريقه اللي همجيه، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. السلام عليكم. ها تهم بين التهم صراحه هو العصيان ديال الاوامر، عصيان ديال الاوامر، قال لك حق حنا درنا لكم الانذار ودرنا لكم شحال من حاجه، وهذه الرخصه ما كانتش في هذه الوقفه، لذلك انتم درتوا واحد التجمع اللي هو غير قانوني، كنظن هذا الشيء كامل هو عباره عن فقط بهتان ظلم، لان حنايا درنا واحد الاشعار، كنا درنا واحد الاشعار في الصفحات ديال الفيسبوك،
كانوا خرجوا بواحد اشعار ديال ان غادي يدار الاعتصام اليوم الفلاني الوقت الفلاني على الساعه الفلانيه، لذلك كنظن ان هذا هو بهتان. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.